بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والعافين عن الناس. خلق العفو خلق رفيع جدا، ونحن في هذا الشهر الكريم ونحن بحاجة إلى هذا الخلق، فكثير من مشكلاتنا الاجتماعية تحتاج إلى هذا الخلق، أن نتعامل بالعفو. الناس الذين لا ينتقمون وهم قادرون، الناس اللي ما يحقدوش، الناس اللي يسامحوا بعضهم البعض، هذا من الخلق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فمن صفات الله تبارك وتعالى العفو. قال الله تبارك وتعالى: وكان الله عفوا قديرا. العفو من صفات الأنبياء والمرسلين. هذا نبي الله يوسف عليه السلام لما مكنه الله سبحانه وتعالى وجاءه إخوته الذين ظلموه، إخوته الذين عذبوه، إخوته الذين أهانوه، فلما جاءوه هل انتقم منهم؟ هل أهانهم مثل ما أهانوه؟ هل عذبهم كما عذبوه؟ بل سامحهم وعفى عنهم وقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عانى ما عاناه مع قريش في مكة المكرمة، آذوه وضربوه واتهموه وفعلوا به ما فعلوا، لما من الله عليه بالفتح، فتح مكة في شهر رمضان، فماذا فعل بهم؟ هل انتقم منهم؟ وكان يقدر على الانتقام منهم، ولكنه قال صلى الله عليه وسلم: من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن. فعفى عنهم جميعا، وكان ذلك خلقه، كما قالت عائشة: كان لا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. يا من ظلمت، يا من أخطأ في حقك، لا ينبغي أن تنتقم. فإن عفوت فذلك خير، والصلح خير، والعفو من شيم الكرام. وما زاد الله بعفوين إلا عزة. كل ما تعفو مش معناتها راك ضعيف، بمعنىك خايف منهم، بمعنى ما قدرتش، ولكنك تعفو لله سبحانه وتعالى، فيكرمك الله سبحانه عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابي، يقول له: اعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك، اعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك. فهذه سجية رفيعة جدا يتخلق بها المسلم، خاصة في هذا الشهر الكريم، في شهر رمضان. فنحن بحاجة إلى أن ينتشر هذا الخلق بيننا، في مجتمعاتنا، في أسرنا، في عائلاتنا، في علاقاتنا، حتى لا تبقى تلك الشحناء وتلك المشاكسات وتلك العلاقات السيئة. فنفوز جميعا. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون من العافين عن الناس، ويأجرنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.